بسم الله الرحمن الرحيم. معي العزاء طلبة الفرقة الثانية شعب عربي، مادة المحاسبة المتوسطة 2، جزء البيع والتخطيط مع حفظ حق الملكية، الملف رقم 3. تناول هذا الملف مثال توضيحي مهم في حالة تعثر العميل عن سداد أحد الأقساط. كيف تكون المعالجة المحاسبية؟ وما هو الأثر على الحسابات والقوائم المالية الختامية؟ وعلى هذا هناك أجزاء من الإجابة سبق التعرض لها في المثالين السابقين، بس لم نتعرض لها بالتفصيل في الشرح، ولكن موجودة الإجابة يمكن أن تأخذها كواجب بالنسبة لك للتحقق من مدى استيعابك لعمليات السنة الأولى والسنة الثانية وسنة التعثر. سيتم شرحها بالتفصيل وكيفية استنتاج الأرقام. مثال رقم 4، تعاقدت شركة خالد حافظ على بيع آلة بنظام البيع بالتقسيط في 1/1/2010 وفقا لسؤول الطعام، وهو نفس الكلام السابق. ثمن البيع 200,000، التكلفة 160 في دفعة 20، يسدد الباقي على 3 أقساط في فايدة 10% تستحق الفايدة والقسط في نهاية كل سنة. ما يهمنا في هذه الحالة التطبيقية هي الخطوة رقم 7 في 1/1/2012، أي بعد مرور سنتين 2010 و2011، تعثر العميل. تعثر بمعنى لم يستطع السداد، فتم فسخ التعاقد معه واستردت الآلة مع الحصول على تعويض قدره 10,000 جنيه تعويض، وقدرت القيمة الاستردادية للآلة 30,000 جنيه. والمطلوب بالطبع التوجيه وتوضيح الأمر. بداية جدول الفوائد والأقساط الدورية المحطة نفس الجدول في الحالة التطبيقية السابقة في الملف رقم 2. وما يهمنا في هذه الحالة إن إجمالي المستحق على العميل 236,000، وهي تمثل 200,000 ثمن البيع و36,000 مجموع الفوائد المستحقة في 1/1/2010 و2011 و2012. فالمستحق على عميل 236,000 جنيه، 200,000 ثمن البيع، 36,000 الفوائد. تمام. في السنة الأولى تم سداد مستحقات على العميل سنوي، وبالتالي هي السنة الأولى هناك نوعين أو جزئين من المعالجة. الجزء الأولاني المعالجة خلال السنة لما سبق توضيحها، والجزء الثاني المعالجة في نهاية السنة الأولى. خلال السنة الأولى لن يختلف هذا المثال عن المثال السابق. فهناك إثبات للمبيعات والفايدة غير المكتسبة، ثم إثبات لتكلفة البضاعة كمنصرف من المخزن، ثم إثبات تحصيل الدفع. هي الأولى يتم إقفال إيراد المبيعات لتكلفة البضاعة لاستنتاج الربح المؤدي، ثم يتم تحصيل القسط الأول وفايدة السنة الأولى. تمام. ثم يكتسب التحصيل 13,000، يتحقق الربح في السنة الأولى عبارة عن دفعة زائد قسط 20% 16,000، ثم تقبل الربح والإيراد في ملخص قائمة الدخل. الأثر على قائمة الدخل كما سبق، قائمة المركز المالي كما سبق. قائمة المركز المالي في نهاية السنة الأولى هي تمثل بداية السنة الثانية،
والذي يتضح منها أن العميل عليه مستحقات 138 ألف جنيه تتضمن فوائد غير مكتسبة 18 ألف وربح مؤجل 24 ألف. يجب تحصيل جميع هذه المستحقات خلال السنة الثانية والسنة الثالثة والأخيرة. السنة الثانية كما سبق في المثال السابق 4 قيود: تحصيل قسط وفايدة، اكتساب فايدة، تحقق ربح من القسط 60,000 20%، ثم إقفال الربح والفايدة في ملخص. على قيمة الدخل بسيط يأتي من آخر قيد الربح الفايدة المكتسبة. قيمة المركز المالي هنا بقى يعني للطالب أن تكون في غاية التركيز، لأن هذه السنة هي السنة السابقة على سنة العقد، حيث أن رصيد العملاء يهمنا. فكان رصيده في 2010 من ميزانية 2010 138,000، تمام؟ حصل قسط وفايدة 72,000 والباقي 66,000، والالتزامات الفايدة غير المكتسبة 6,000 حاصلها، والربح المؤجل 12,000. وعلى هذا يجب أن تراعي العلاقة الرقمية للعمليات الرياضية بين 66,000 و 6,000 وال 12,000، حيث أن 6,000 هي الفايدة، أما ال 12,000 هذا هو القسط الأخير، 60,000 مضروب في 20%. هنا تعثر العميل. معنى التعثر أن يتم إقفال جميع حسابات العميل. فالعملاء مدينة ب 66,000 تقفل 6,000. إيراد الفوائد غير المكتسبة 6,000 والأرباح المؤجلة 12,000 داين يقفل يبقى مدين. قفلت جميع حسابات العميل، ولكن هناك تعويض 10,000 يكون للمادية. هناك آلة هتخش مخزن الاسترداد ب 30,000. ما يتبقى بين الجانب المدين وبين أربع حسابات، والجانب الأربع حسابات هما إيراد الفوائد غير المكتسبة 6,000 والربح المؤجل 12,000 والتعويض 10,000 والمخزون المسترد 30,000 ورصيد العميل 66,000 مدين أصبح دائم. الفرق يمثل خسارة إذا لم يكن هناك مخطط خزائن. أما إذا كان هناك مخصص للخزائن يجب التسوية بين هذه الخسارة والمخصص وبيان أضعف كما تناولتها في السنوات السابقة. عزيزي الطالب، في سنة 2012 تم فسخ التعاقد في 1/1/2. العميل مدين يقفل يبقى جاهز إلى عملاء البيع والتقسيط لحفظ حق الجزء من أربع حسابات من مخزون السلع المعد الاحتفاظ به 30,000 الاسترداد، من النقدية بالصندوق البنوك 10,000 التعويض، من الربح المؤجل 12,000 الرصيد، من الفايدة غير المكتسبة 6,000. نجمع المدين 30 والعشر والاثناشر والستة نطرحها بالستة وستين. الفرق في المدين 8,000 من خسائر استرداد مبيعات التقسيط. غني عن المعرفة المحاسبية المعتادة أن لو كان هناك مخصص كان المخصص يمتص جزء أو كل الخسائر حسب رقم المخصص الصانف الميزانية كام؟ يفرق بين 8,000 أن يكون المخصص 8,000 يمتص خسارة كام؟ أو 10,000 يمتص خسارة يتبقى في المخصص 2,000، أو 6,000 يمتص خسارة 6 ويتبقى في خسارة 2,000. احتمالات تم تناولها في المعرفات المحاسبية السابقة لك كطالب مهتم بعلم المحاسبة والمرحب. على كل ننظر إلى الخسارة، هذه دخل، وبالتالي يجب أن تغفر في ملخص قيمة الدخل في نهاية السنة. فمن ملخص قيمة الدخل إلى الخسارة، هذا هو قيود التعصب.
ماذا عن الأصل؟ بالنسبة للأصل سهل، في قائمة الدخل ضمن المصروفات الخسائر ب 8000، لأن لا يوجد مخصص هذا التمويل. أما في قائمة المركز المالي لا ننسى أن هناك معدة تم استردادها لتعصر العميل، تدخل المخزون السلعي المهدئ احتياطي ب 30,000 جنيه ضمن الأصول إن شاء الله. شكرا عزيزي الطالب، وأرجو التركيز على ماذا حدث في السنة الثانية، في نهاية السنة الثانية والسنة التعصر، وكيف تم حساب الخسارة وطريقة التسوية بينها وبين المخصص لو كان موجود. شكرا وبالتوفيق.